وتم رفع رئاسة الجمهورية. لكن أنا أعتقد أن الجدل السائر حول هذا الموضوع ملوش أي لازمة. أنا عندي قانون عقوبات لابد أن هو يتم تطبيقه قبل إقرار القانون أصلا. فيما يخص هذه الجزئية وتحديدا قانون العقوبات، نطلع من جريدة الوطن: تعديلات قانون العقوبات، الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى أي زعامة فيها أو أمدها بمعلومات، وعشرة أعوام سجن عقوبة الانضمام إلى الجمعيات أو الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون. شايف إن إحنا مشكلتنا في تعديلات قوانين، مشكلتنا في تشريعات، ولا المشكلة الأكبر اللي إحنا بنواجهها فكرة عدم تنفيذ وتفعيل هذه القوانين والتشريعات بشكل ملموس وحازم وحاسم مع هذه الأعمال الإرهابية؟ والله القصة مش قصة قانون إرهاب أو كل يوم تشريعات أو تعديلات ملهاش لازمة. أنا عندي قانون العقوبات في الوقت الحالي يعني كفيل بالقضاء على هذه الجرائم، لان انا عندي كل ماده. يعني لو عرفت قانون، لو عرفت الارهاب هو ايه، الارهاب هو ايه، هو الاعتداء على المنشات العامه والخاصه، هو ترويع وترهيب وتخويف المواطنين، تعطيل الطرق وتعطيل كافه المنشات العامه والخاصه، وتعطيل موظفين من اداء عملهم، والاعتداء على حرمه مساكن وحرمه اشخاص. الارهاب ده كل الحاجات ديت ما هي مكفوله في قانون العقوبات، لكن للأسف الشديد ان انا ما بطبقهاش. فالقصة عندي هي تطبيق القانون في الفترة الحالية وفي الوقت الحرج اللي بنمر بيه في حاليا. فبأطالب مساندة من جميع القوى الشعبية لكافة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة هذه التخريبات، وفي مواجهة ومعاونة الشرطة في تطبيق القانون في الفترة دي. إذا كنا كلنا بنتحدث عن تجديد عقوبات أو خلافه، يعني هو شيء مطلوب في الوقت ده، لكن يعني أنا شفت مشروع القانون، يعني إذا كان شدد في بعض الجرائم سواء بالتحريض أو التخريب أو غيره، شدد عليها وحتى وصلها للإعدام، لكن هناك جرائم أخرى يعني التجديد عليها بسيط جدا أو العقوبة بتاعتها غير كافية، زي مثلا استخدام أو تصنيع أو استيراد ملابس عسكرية، العقوبة بتاعتها 3 سنوات فقط. يعني اللي هيستورد أو هيصنع أو هيقوم باستيراد ملابس عسكرية هو بيستوردها ليه؟ يعني أنا المفروض العقوبة تكون أكثر من يعني أكثر شدة من يعني ذلك، حتى تكون رادعة، يعني إن أنا يعني يكون عندي الدافع للمنع أكبر من الجريمة. يعني لأن العقوبة لو زادت في الوقت ده، وخاصة أنها هتجد مساندة اجتماعية، يعني هتكون أفضل وهتكون رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هيبة الدولة واستقرارها، أو استخدام أي شيء بيرمز للدولة في أعمال تخريبية. طيب اسمح لنا ننتقل إلى جريدة اليوم السابع، ومنها نقرأ: الهروب الكبير للإخوان بعد تحقيقات لندن. الحكومة الكندية تدرس عريضة برلمانية بحظر الجماعة، والدوحة عرضت على السودان إيواء عناصر إخوانية تنوي ترحيلها مقابل مساعدات، وعمر البشير يرفض. طيب شايف ازاي حضرتك دلوقتي موقف الحكومة البريطانية اللي طلبت او اعلنت ان هي هتدرس وضع الجماعة وادراجها ضمن الجماعات الارهابية نظرا لهذه الحوادث، في مقابل ايضا الموقف القطري؟ والله طبعا هو التفجيرات اللي هم بيشوفوها كل يوم عندنا، وكان اخرها في جامعه القاهره، هي التي ادت لاتخاذ انجلترا مثل هذه الاجراءات في هذا التوقيت بالتحديد، وهي اللي ادت كمان لتغير في نبره وزير الخارجيه الامريكي جون كيري، وقال ان هو ان جماعه الاخوان المسلمين قاموا بسرقه بثوره 25 يناير. لكن طبعا عايزين يعني الجماعة بدأت تبحث عن أماكن جديدة بخلاف قطر واسطنبول ولندن بعد هذه التغير في السياسة سواء البريطانية أو الأمريكية. كل ده بيؤكد على أن هذه الدول بدأت تنظر للعمليات الإرهابية في مصر بنظرة أوسع وأشمل، لأنها وضعت نتيجة لضغوط الرأي العام في هذه الدول من ناحية، ونتيجة لنظرة هذه الدول أو أجهزتها الأمنية ومقاومتها
ومقارنتها بالأحداث اللي حصلت في أمريكا في 11 سبتمبر بعد رعاية الإرهاب وبعد تمكينهم. وأعتقد أن الدور الكبير حاليا بيقع على عاتق الحكومة البريطانية في معالجة هذا الأمر، خاصة أن احنا شفنا وجود نشاط، وجود عدد كبير من قيادات الجماعة في هذا التوقيت وتنامه في الفترة الأخيرة بعد الضغط الخليجي على قطر بضرورة التخلي عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومواجهتهم في قطر، مما أدى لهروبهم وتزايد الهروب. وحتى قبل صدور أحكام على قيادات الجماعة في مصر أن هم كلهم لجأوا لندن، وأعتقد أن محاصرتهم في لندن هتكون عملية انحصار ليهم بعد رفض كافة عدد كبير من الدول الأوروبية لجوء أعضاء الجماعة ليها. فأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورا لصالح السياسة المصرية واعترافا بما حدث في 30 يونيو. نعم تمام. طب احنا بننتقل من اليوم السابع إلى أخبار اليوم والتهرب من الضرائب جناية وليست جنحة. وزير المالية يبحث مع مسؤولي الضرائب تعديل التشريعات لردع المتهربين ضريبيا. تعقيبك يا أستاذ علاء. والله طبعا هو يعني تعديل مهم جدا في وقت الاقتصاد بتاعنا بيعاني من أزمات حقيقية، في الوقت اللي احنا بنجد فيه كافة الدول الأوروبية وحتى العربية إنها إن المواطن هناك بيسارع للقيام بواجباته تجاه الدولة والقيام بتسديد الضرائب. فبنجد إن احنا عندنا رجال الأعمال الكبار أو مشاهير الفنانين هم اللي بيتقاعسوا عن تسديد ضرائبهم في وقت البلد في أشد الحاجة لمثل لهذه الضرائب، وحتى يكونوا يعني قدوة لبقية المواطنين. طب اللي بيدفع للأسف الشديد إن احنا بنشوف اللي بيقوم بتسديد ضرائبه هم صغار رجال الأعمال أو صغار يعني المستثمرين. ده دافع كبير جدا إن احنا نطور في أدائنا. يعني أذكر أحد رجال الأعمال العرب كان في مصر وكان لديه أعمال يقوم بها في مصر وكان عليه ضرائب، فمدير أعماله كان مصري فاقترع عليه إن هو يعني يقوم بإجراء معين حتى يقوم بتسديد الضرائب. رجل الأعمال قام بالتخلي عنه لأنه يعني لا يرغب في استفادة وطنه، ومن لا يرغب في استفادة وطنه من هذه الضرائب أعتقد إن هو في الفترة ده يعني أعتقد إن هو يعني جريم التوصيف لجناية يعني قليل عليه جدا. نعم. لأنه بيساعد على تدمير الاقتصاد وبيتنافى مع الحقوق اللي اكتسبها من 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 وطنه. بالتأكيد احنا في النهاية بنشكر حضرتك على هذه القراءة الصحفية الأستاذ علاء الحلواني الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شرفتنا ونورتنا. ومشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من هذا الصباح. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وإلى لقاء جديد.